خير البرية والتقى محرابه، تسمو محبته على الألحان. أزكى رسول بالهدى قد جاءنا، وخليل رب الواحد الرحمن. صلى عليه الرب في عليائه، إذ زانه بالصدق والإيمان. والله أعلى شأنه في آيه، ولدينه يعلو على الأديان. هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد. تزود جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد، Enlighting your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية، تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك ارسل 5 إلى الرقم 8600 لمشتركي الجوال، وستة ثمانية ستة ثمانية لمشتركي موبايلي. وربما قصد النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ليضيفه من شدة، وهو يعلم أنه يفرح لذلك ويسر ولا يثقل عليه. فعن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ فقال: الجوع يا رسول الله. فقال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته. فلما رأته المرأة، يعني زوجة الرجل، قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ زوجها واسمه أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه. قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء، يأتينا بماء عذب. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. طبعا وإذا عنده النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر عمر، من بقي من أهل الأرض مثل هؤلاء؟ ما في. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب. انتقى لهم عذقا من النخلة فيه بسر وتمر ورطب ليكون منوعا، من باب إكرام الضيف أضرع أكثر من نوع. فقال: كلوا من هذه، وهذه المقدمة. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، اجتنب الشاة الحلوب، لأن في ذبحها مضرة عليك. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا وروا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. كلمة مرحبا وأهلا هذه من باب تأنيس الضيف وإظهار السرور بقدومه.
وفي هذا الحديث جواز سماع كلام المرأة الأجنبية إذا كان بغير فتنة، وجواز أن تأذن المرأة لضيوف زوجها بالدخول، وتأذن لمن استأذن بالدخول إذا كانت تعلم أن زوجها لا يمانع ولا يكره، وكان ذلك بغير خلوة، فإن هؤلاء جاءوا ثلاثة، وكذلك بغير فتنة ولا تبرج ولا فعل محرم، فإذا يكون هذا من تمام الضيافة. فقد يكون صاحب البيت غير موجود وأهله موجودين ولا يوجد محظور من دخول جماعة إلى البيت، فتفتح الباب وتذهب فهم يدخلون ينتظرون صاحب البيت. وكذلك نجد أن أبا الهيثم رضي الله عنه قد قدم الفاكهة على الخبز واللحم، وأتى بهذا الرطب والتمر والبسر، وبادر إلى الإكرام وتقديم هذا لسد الجوعة. الآن ريثما ينضج الطعام، الأساس الأصل. وكره جماعة من السلف التكلف للضيف، لكن هذا يحمل على ما إذا كان في مشقة ظاهرة، فلو كان يقترض لأجل أن يكرمه، الشريعة ما أوجبت ذلك، وإنما يضيف بالميسور. وهذا الذي يقترض بعد مدة ربما لا يطيق الصمت فيتكلم: أنتم تسببتم في ضيافتكم، تسببت أني الآن رهنت واقترضت وفعلت، فلا يستطيع أن يصبر فيتكلم، فيكون هنالك مشقة عليهم أيضا. وكذلك فإن إظهار السرور بالضيف والذهاب بسرعة لكي يأتي بما يسره من طعام، هذا من الإكرام. فلما أن شبعوا وروا، هذه في جواز الشبع لكن كان في حالات محدودة، مثل بعد الذي يكون من جوع شديد. يعني من أجاز من العلماء الشبع أن يأكل حتى يشبع، قالوا هذا إذا كان مجهودا، إذا كان بعد جوع شديد، وليس كل يوم هذا ديدا لا. والحديث فيه تنويع الطعام للضيف، وأن هذا من إكرامه، والجمع بين الطعام والشراب. وإبراهيم عليه السلام يأتيهم بالنفيس من الطعام لضيوفه، فجاء بعجل حنيذ سمين، وقد شواه على هذه الحجارة المحماة، وهذا من أطيب الأطعمة وأقربها إلى الاعتناء بالصحة.